اهلا وسهلا، حياكم الله. تغطيتنا اليوم في اكاديمية فارس بلس في منتجع تالا، اللقاء رقم 12. شاركونا التغطية وبدل لا تستمتعون معنا. اهلا وسهلا. المباراة الودية الاولى تنطلق الان بعد ما انتهوا الشباب من تمارين الاحماء. ها جاهزين؟ جاهزين؟ ان شاء الله فايزين. كفو. جاهزين وفايزين. انكم متحمسين كذا؟ ان شاء الله انكم تفوزون. ان شاء الله. الله يوفقك. الدفاع الافضل موجود. كفو كفو يا ثقة، كفو عليك. كوتش وسيم، كوتش وسيم، تصريح قبل المباراة. فريقي بيفوز بكل سهولة، هذا تصريح. على فريق؟ ما ابغى اكثر، ما ابغى اكثر. على فريق الشلهوب. خصم ضعيف ولا قوي؟ يلا دوس. تصريحك بعد الهدف الاول؟ نعطيهم فرصه. تقدر تعوضون؟ لا باذن الله نعطيهم فرصه بس شوي يتحمسون. يلا شدوا حيلكم. يلا عيب ياسر، هدف رائع. الله يسلمك. السلام عليكم. تدري انت اللي محلل المباراه حبيبي؟ والله آخر دقيقة، النتيجة 3-1 للفريق الأزرق. فاول قريب، فاول قريب عند فريق عبد الرحمن. طيب خلصوها، خلنا نشوف. ننتظر الحكم بس يعطينا السماح. سل عبد الله. حلوة حلوة. 4-1 للفريق الأزرق. فارس يتقدم على عبد الرحمن برباعية مقابل هدف. هم قبل خسروا أسبوع الجاي. حلو. يعطيك العافية. أنت مباراة الله أربعة والله كثير عبد الرحمن. هو عشان نعوضهم على الأسبوع اللي راح. لازم إنك تعطي الشباب الصغار ناشئين يعني طموح وأمل، وإن الدنيا فوز وخسارة. لازم نتفوزهم كل مرة. يا سلام يا سلام. هذا احد الدروس اللي قدمها هنا في اكاديمية فارس. الله اكبر الله اكبر. يعطيك العافية. هو اللقاء ايش المفترض؟ التأخير، لكن كهدية من فارس بلس بنمد يوم اضافي يكون يوم الاثنين الجاي باذن الله. بيكون في ختام ان شاء الله، بيكون في هدايا في يوم الاثنين الجاي ان شاء الله. مسابقة الاعلان. سابق ولا اعلان؟ اعلان. طيب عشان قلنا لكم في الحلقه الاعلان الثاني الان، والاعلان الثاني ان شاء الله انه خطير مره. احنا وعدناكم امس عشاء وما تيسر، لكن اليوم من الراعي ليتل سيزر. اجلسوا اللب الاولى لفريق البرتغالي. يا سلام يا سلام. دائما ربنا لابسين ان شاء الله، لابسين فنايل كلهم، لابسين فنايل ان شاء الله كلهم. راح جيب من المكتب بسرعه، جيب من المكتب. الان موجود في الشاليه في منتجع تالا في الساحه اللي تشوفونها قدامكم هذه، اكياس مكعبات زي كذا، شيء من درجه يطلع مسبح. يا سلام. ما في توجيهات شيء. فوزكم. طيب ما في وقت تخطيط. سريع الان، سريع سريع. اي واحد يفك كده، اي واحد يفك كده خصم عليه. دائره سلسله بطريقه تسمين القمعه. 3-2. انفكوا انفكوا. هاي سلسلتين ليه؟ ليه سلسلتين هنا؟ ماسك برتقالي.
قريبين قريبين في شيء حولكم في شيء حولكم ماشيين صح اللي هم يستاهلون يستاهلون الفريق الاصفر تحيه 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 فريق الاصفر يستاهلون اما الازرق ليش الازرق ما في احد ماسك الثاني البرتقالي نصه الراحه يا سلام فنس 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 لا فنس 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 واحد فنان مهندس معماري خطير جاهز طيب جاهزين جاهزين اوه يخططون يخططون جاهزين جاهز طيب جاهزين اطول برج مع الصافر ومع الفتش عبد الله في 60 ثانية اطول برج لا 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 استريح حتى تتأملوا وتفرجوا ناطروا واحد اثنين ابن البرج لا تجمع ابن البرج ابن البرج قلنا اطول برج قلنا اطول برج تفتح لك ابواب الا انا تسير تسمع يا ارجع كل مجموعه مكان مجموعه فارس يا سلام يا سلام يا عيني يا عيني وش ذا شفت برج التوب يا سلام ترى ساعدهم ساعدهم لا والله لا والله يا سلام بدون مساعده صح حط البرج هنا بسرعه 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 يا سلام ابو يزيد انا اساسي كبير اساسي كبير الوقت انا اقول لك دقيق هذا الوقت مثلا ثلاثه بسم الله بسم الله بدون ما تكسرون تكون زي ما تقدر تطير فقط تقدر تطير لا لا انت لا تطيح بلد لا تطيح المكعبات لا تكسر المكعبات لا تتكسر المكعبات اخر خمس ثواني كسرت المكعبات بس 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 خلاص 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 بس 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 رجع 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 بس خلاص خلاص يعطيكم العافية والله كل مجموعة تستاهل خصم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله مسابقة تركيب الكلمات مع الصور ما شاء الله ما سوي دائرة ما وقف في صيحة هنا قاعدين ندور ساعة والله والله خلصنا بدري ألف مبروك النقطة الأولى لفريق البرتقالي كم النقطة الأولى
المركز الثاني أما المركز الثاني نقول كل مرة عشرين ثلاثة وعشرين ثلاثة أمجاد وفخار راضي ما كل مرة عشرين ثلاثة وعشرين ثلاثة أمجاد وفخار راضي ما بالطريقة اللي هو 11 9 8 7 6 5 4 وفيها كفرات تقدر تنقل النقلة في أي مكان تبغى. تقدر داخل النقلة تحطها في المدرسة تطلعها تحطها في الملعب. يا سلام يا سلام. تقطب الدمار وداخل تقطب مكعبات. اذا اتفقنا احنا كنا بالمصري ما حد قال اسوء ما حد قال اسوء بالثاني الاصلي الاصلي عطنا الثاني اذا انتم كلكم اسفل ما حد قال اسوء قبل شوي نقول الف مبروك للمجموعه اللي حصلت على اجمل شكل اللي مجموعه الثاني يقول ألف مبروك للمركز الثاني في أجمل ثانية جاهز تبغى ثانية جاهز ثانية أحلى فريكسي خلاص ألف مبروك المركز الثاني فريق البرتغالي البرتغالي هو الثالث ألف ألف مبروك المركز الثالث للفريق البرتغالي الفريق الأصفر يستاهل فايزين مبروك اليوم كانت سنابات مختلفة بروتين مختلف من باب التنويع يعني تغطية مختلفة اليوم من باب التنويع عليكم لكن ما ننسى موعدنا إن شاء الله يوم السبت في يوم الوناسة الثالث بإذن الله بفعاليات مختلفة وأجواء كويسة ومناسبة للكل إن شاء الله خاصة لأعمارهم من 9 سنوات إلى 14 سنة إذا كان ودك تسجل ارفع هذا الرابط والعدد محدود الحق